خلاص شباب انا تحولت الى طائرة رسميا. يلا نتجول من خريطة الى خريطة، نروح للبيك وبعدين نروح الى نيكستيرا. انا جيت اليوم راح نسوي كثير خدع اسطورية جديدة في لعبة فري فاير. في خدعة تخلينا نختبئ داخل السيارات، وفي خدعة راح تخلينا نختبئ في السماء. بس اقوى شيء عندنا اليوم هو انه راح نتحكم تحكم كامل في الطائرة الموجودة في لعبة فري فاير. اذا كنتوا متحمسين لهذا المقطع حطوا لايك واشتركوا بالقناة، بدي هذا المقطع يوصل لعشرة الاف لايك باول يوم. وليست جو، يلا نبدأ. هاي هي اول خدعة معنا اليوم، راح نشوف ايش راح يسوي بالضبط يا شباب. راح يجي لهذا دقيقة بفهمت مع البداية مفهم كي. شوفوا يا شباب، اجى الهول اللي عند الثلج. اوكي الخيار الثالث خلاه اوف. اوكي يلا الرمية مزدوجة، رمية واحد. شوفوا راح يجي لهذا اللانش باد اللي بجنب هذا المكان تبع الاوبزرفاتوري، وبعدين راح يطير ويخرج من الهاتف ويرجع، وبعدين يطير، بعدين ياخذ يعمل ثلج، بعدين ينزل فوق الثلج. شباب كثير خطوات لازم انه نسوي كل هاي الخطوات، تخيلوا. اوكي بعدين راح يحط هاي الشيء وراح ينزل الدروب. اتوقع لما تروح الثلج ما راح ينزل الدروب تحت الارض صح؟ ايوه شباب راح يبقى فوق الدروب، يعني هاي الخدعه راح تخلي عندك مكان اختباء في السماء. تخيلوا راح تختبئ في السماء، هذا الشيء مستحيل راح يصير. هذه الخدعه ضروري نجربها داخل اللعبه. ليتس جو اساطير، حانت لحظه الحقيقه. الحين راح نجرب هاي الخدعه ونشوف اذا راح تزبط معنا ولا لا. انا اتوقع راح تزبط معنا اوكي، بس الخدعه هاي فيها كثير تعقيدات يا شباب، يعني لازم تسوي هيك لازم تسوي هيك، هذا الشيء راح يصعبها شوي اوكي، بس راح احاول اني اضبطها يا شباب قدر الاستطاعه. اوكي اول شيء هو دخل الى الاعدادات. طبعا يا شباب انا صغرت هذا الشيء مشان اقدر اني اطلع من اللعبه مثل ما طلع. هو اجى لهذا المكان وسوى له ايقاف، انا اصلا مسوي له ايقاف اوكي. بعدين شباب شوفوا ايش سوى، اجى لهون اوكي. دقيقه بس اتاكد من الفيديو وش سوى بالضبط، فرجيني شو سويت بالضبط قبل ما تطير. اوكي اخذ الثلج بيده، لا ما اخذ الثلج يا شباب، شوفوا طار بكل بساطة بهي الزاوية، وأول ما طار خرج من اللعبة ورجع. أوكي نسوي هيك، نسوي هيك يا شباب بالضبط مثل ما سوى هو. شوفوا لازم أني أطير وبنفس الوقت أطلع وأرجع من اللعبة. أوكي ليتس جو. أوكي زبطت زبطت شباب، الثلج ما قاعد ينزل، حطيت اللغم تحت، الثلج ما زبط معي، ما ادري ليش يا شباب. راح اعيد المحاولة مرة أخرى، أوكي؟ راح أعيد المحاولة مرة أخرى، أي دونت نو، احتمال لازم أني آخذ الثلج بيدي. لا ما زبط، راح نعيد مرة أخرى، ليتس جو. أوكي زبطت، بس الثلج ما قاعد ينزل شباب، هو ليش نزل معه الثلج؟ ما فهم، ما نزل معي الثلج، هي زبطت الخدعة بس ما زبطت 100% يا شباب، يعني هاي الخدعة فيك تقول لن تزبط معنا 100%. ليتس جو يا اساطير، راح نشوف الخدعة اللي بعدها. شوفوا يا شباب لما يكون معك ثلج اوكي بدك تحط الثلج، اكيد راح يجي معك هذا الشكل عادي. بعدين راح تسوي اللانش باد اوكي، وتسوي اون لهذاك المكان ضروري اوكي. راح تصعد باللانش باد وتنزل شباب، تصعد بالثلج. هذا غطم مع بعض، صعد واخذ الثلج مع بعض ونزل. الثلج ما راح يبين الخيال تبع الثلج ابدا، هذا الشيء اسطوري جدا وضروري انه نجربه داخل اللعبه. ليتس جو اساطير، دخلت الحين الى لعبه فري فاير، راح انزل عند خريطه الكنز حتى اخذ اللانش باد، وبعدين راح نجرب الخدعه ويا رب انه تزبط معنا اهم شيء. ليتس جو، فننطلق الى خريطه الكنز. ها قد وصلنا بكل سهوله يا صديقي، ليتس جو. الحين عندي ثلج وعندي اللانش باد يا شباب، عندي الثلج وعندي اللانش باد، ماذا سيحدث الان يا صديقي؟ سنرى مع بعض. اوكي شباب لمعلوماتكم هو دخل الى الاعدادات وشال الخيار شباب اللي انا اصلا مسويه، اتوقع هون عمل تشغيل تشغيل، بس كيف راح تزبط معنا يا شباب؟ اي دونت نو. اوكي انا فهمت الحين ايش راح يسوي. شوفوا شباب راح احط اللانش باد، وبعدين اصعد باللانش باد واضغط على الثلج في نفس الثانيه. اوكي ليتس جو، حطيت اللانش باد وبعدين راح اضغط اف مع الثلج.
والله نزلت الثلج. ليش فري فاير ما بدي انزل الثلج؟ عيب عليك. احتمال لازم يكون عندك كثير ثلج. اي دونت نو، بس راح اعيد الفرصه مره ثانيه. الثلج باقي بس شوي تتفاعل معي، راح نعيد المحاوله مره ثانيه، ويا رب انه تزبط معنا الخدعه. اذا ما زبطت راح اسويها بدون الغاء تفعيل الرميه المزدوجه، اوكي، تبع الثلج. راح اخليها واعيد مره ثالثه اذا ما زبطت معي. بس احس اني ضغطت الثلج قبل الاف بشوي، بس راح اتدارك الخطا الحين واشوف. اوكي، راح اضغط اللانش باد قبل، لانه الثلج صعب انه نرجعها، بس اللانش باد سهل انه نصعد فيه. ليتس جو. اوه زبطت 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 زبطت، والله زبطت شباب، زبطت الخدعه. اوكي، لو تلاحظوا الحين الخيال تبع الثلج ما يبين معي ابدا. اوكي، لو احط ثلجه هيك، شوفوا يا شباب، 1 2 3 ليتس جو. شباب الخيال تبع الثلج غير موجود الحين. لو امسك ثلجه ثانيه اتوقع راح يصعد معي. اوكي، بس اي دونت نو، ماني متاكد، راح نجرب الحين. كيف قاعد يضربني هذا الغب؟ بدي اتاكد من شيء الحين، انا لو اخذت ثلجه راح يبين الظل تبعها ولا لا يا شباب؟ يعني هذا الشيء هل يدوم كل الجيم او بس بعد ما تطلع من اللانش باد يعني وتكون ماسك الثلجه؟ اي دونت نو. الحين حصلت على ثلجه. اوكي شباب، الثلجه بترجع لوضعها العادي، بس اول ما تنزل من اللانش باد ما راح تبين معك ابدا. يعني هاي الخدعه بتزبط 100%. ليتس جو اساطير، الحين راح نشوف الخدعه اللي بعدها. مثل ما انتم شايفين راح يجيب اللانش باد. حسيت انه كل الخدع بهاي الايام بس باللانش باد. بعدين راح يجي لهذا المكان، راح يضرب بوكس يحط اللانش باد مع بعض، اوكي، مشان ينزل اللانش باد. طبعا هاي الخدعه معروفه. بعدين راح يصعد اللانش باد وينزل، وهيك راح يخترق هاي الشاحنه. طبعا يا اساطير هاي الخدعه جدا اسطوريه، انا راح اضبطها على هاي الشاحنه، وراح اضبطها باماكن اخرى، يعني بشاحنات اخرى مثلا مثل هاي الشاحنه الموجوده بالبيك. ليتس جو نجربها باللعبه. ليتس جو يا اساطير، اول شيء راح نجيب اللانش باد تبعنا، وبعدين راح نسوي هاي الخدعه على اي شاحنه، مو مفروض هذيك الشاحنه بالضبط، لانه حتى لو تسوي على شاحنه مثلها في مكان اخر اتوقع راح تزبط معك. لهيك ما في داعي ان نروح للاوبزرفاتوري مشان الشاحنه، بس ليتس جو ليتس جو ليتس جو. شباب راح ناخذ هيك اللانش باد، اخذناه بكل سهوله وحان وقته. خليني اخذ الاكا وليتس جو، راح نسويها بالشاحنه الموجوده في البيك. اوكي، في انسان هون، لقد مات. هاي شباب الحين راح نسوي هاي الخدعه داخل اي شاحنه موجوده في البي. مثل ما انتم شايفين مثلا هاي الشاحنه اتوقع بنقدر انه نسوي عليها الخدعه. اوكي دقيقه، نحط اللغم هون. يلا ليتس جو ليتس جو يا شباب. اوكي شوفوا يا شباب السرعه القصوى، ما زبطت معي شباب، ما ادري ليش ما زبطت معي. راح اعيد مره اخرى. صحراوي انطلقنا، ما زبطت ما زبطت. يلا ليتس جو، ما زبطت ليتس جو، ما زبطت ليتس جو، ما زبطت ليتس جو. شباب احس انه هاي الخدعه ما تزبط بهذا المكان، احتمال انه هاي الخدعه تزبط بس في الاوبزرفاتوري بنفس الشاحنه اللي سوى عليها الخدعه. لهيك راح اروح بسرعه البرق الى الاوبزرفاتوري حتى اتاكد من هذا الشيء. ليتس جو ليتس جو شباب، الحين راح نروح الى الاوبزرفاتوري. يا رب ابعد عنا الاعداء واي شخص يريد قتلنا ويخرب علينا الخدعه. ليتس جو ليتس جو، الحين راح اخذ اللانش باد ياخذني مباشره الى الاوبزرفاتوري، وراح نسوي الخدعه الاسطوريه. ليتس جو ليتس جو، الصحراوي متحمس لهي الخدعه. واو ليتس جو، يلا ليتس جو ليتس جو. اوكي راح نطير الى الاوبزرفاتوري ونسوي هاي الخدعه. اوكي يلا، اصلا شوفوا الصندوق الثاني اجاني هون يا اخي، يعني في لانش باد اخر. اوكي هو سوى هاي الخدعه بهاي الشاحنه بالضبط. اوكي احتمال ما تزبط، بس تزبط بس مع هاي الشاحنه. اوكي ليتس جو ليتس جو يا شباب، والله زبطت، بس احس انه انا كنت اسويها بطريقه خاطئه. شوفوا يا شباب الحين لو تسوي هيك انت رسميا مختبئ داخل هاي الشاحنه، بس احس انه انا كنت مسويها بطريقه خاطئه. والله اتوقع اني بقدر اسويها حتى في الشاحنه الموجوده في البيك. اوكي لهيك راح اخذ الحين هذا الصندوق
وراح اروح مباشره الى البيك. يلا 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 يلا، لازم اتاكد من النظريه تبعي، لازم يا شباب والا لن انام الليل. ليتس جو ليتس جو يا شباب، الحين راح نروح مباشره الى البيك حتى اتاكد من النظريه تبعي. ليتس جو اساطير، وصلت للمكان اللي راح اسوي عليه الخدعه، وشوفوا اللغم تبعي لساته موجود هون، ولا انسان وصل لعنده. او شت ليتس جو. الحين اتوقع انا كنت بسويها بطريقه خاطئه. اوكي ليتس جو، يلا ما زبطت يا شباب، راح نعيد. والله زبطت، انا كنت اسويها بطريقه خاطئه، والله زبطت يا شباب. خلاص هيك بتقدر تختبئ في البيك في وسط الزون، مستحيل راح يشوفك اي انسان، او اي انسان راح يفكر انك موجود. وكمان لمعلوماتكم بتقدر انك تضرب من داخل الشاحنه. اوكي شباب، بتقدر انك تضرب من داخل الشاحنه بكل سهوله. وشوفوا شباب، ولا انسان راح يتوقع انه في لانش باد هون، ولا انسان راح يتوقع هذا الشيء. اوكي شوفوا، لو اضرب هيك شباب بقدر اني اضرب من داخل الشاحنه بكل سهوله، وراح ادمج واقتل كل الناس. ليتس جو يا اساطير، الحين راح نشوف الخدعه اللي بعدها. مثل ما انتم شايفين في هاي الخدعه راح تدخل الى هذا المكان. شباب هو دخل عن طريق الكود، اوكي، بس بهاي الخدعه بتقدر انك تتحول الى طائره فري فاير. تخيلوا يا شباب انه بهاي الخدعه بتقدر انه انت تتحكم بطائره فري فاير تحكم كامل. تخيلوا يا شباب، شوفوا الشكل كيف. بعدين اول ما تصعد راح تصعد بس بدراجه ناريه، وبعدين الدراجه الناريه هاي راح تتحول الى طائره حقيقيه داخل لعبه فري فاير. اوكي شوفوا يا شباب، لو تلاحظوا يعني هو مود عادي جدا، بس شوفوا الحين اول ما يصعد الطائره راح يصير طائرة حقيقية بمعنى الكلمة. هذا المود ضروري جدا انه اجربه، لانه اتوقع ما في ولا انسان قدر يتحكم بالطائرة الموجودة في لعبة فري فاير. ليتس جو. طبعا يا اساطير دخلت الى حسابي في السيرفر الاخر، لانه هذا المود ما راح يطلع معك، والكود ما راح يزبط معك الا في السيرفر هذا. ليتس جو، ما راح يزبط معك في سيرفرنا، ضروري انك تغير السيرفر. مثل ما انتم شايفين طلعت الخريطه موجوده 100%، ضروري انه ندخل ونجربها داخل اللعب. ليتس جو يا اساطير، الحين حطيت الكود ودخلت العب مع شخص من اصدقائي في هذا الحساب ما اعرفه ابدا، والحين راح نشوف اذا راح تزبط معنا ولا لا. ليتس جو. الى حد الان طلع لي نفس الشيء اللي طلع لهذاك الشخص. اوكي وش راح يطلع؟ وهي هي الدراجات الناريه، يعني هي الدراجات شباب صار طائرة تحول. اوكي اوكي اوكي، والله يا شباب ما في ولا انسان قدر انه يتحكم في طائرة فري فاير حرفيا. اوكي قاعد يقول لي تعال، يلا اجيتك، يلا شو بدك. اوكي قاعد يقول لي تعال هون حتى اشوف الطائرة من بعيد. اوه شباب شوفوا شكلها كيف، والله شكلها اسطوري والله. شوفوا شوفوا شكل الطائرة كيف، يعني طائرة حقيقية. راح شباب طارت. لا شباب هاي قوية، هاي قوية جدا جدا جدا. اوكي هاي قوية جدا، هاي من اقوى الخدع الموجودة. خلاص شباب انا تحولت الى طائرة رسميا. يلا نتجول من خريطة الى خريطة، نروح للبيك، وبعدين نروح الى نيكستيرا، وبعدين نروح الى ابزرفاتور. والله شيء اسطوري جدا، ما في ولا انسان في لعبة فري فاير قدر انه يتحكم في الطائرة الموجودة داخل اللعبة الا الصحراوي اسطورة العالم. الطائرة امامكم، راح اخذها لاي مكان بدي اياه. ليتس جو يا شباب، مثل ما انتم شايفين قاعد اتحكم تحكم كامل بالطائرة الموجودة. اوكي يعني الحين انا مثل ما نقولوا احنا، انا قائد الطائرة الموجودة في لعبة فري فاير. بس لاحظت شيء، هاي الطائرة تتحرك بسرعة كبيرة يا شباب. لو تلاحظوا شوفوا، ما في خريطة واضحة، ما في خريطة، يعني خرائط عشوائية، يعني الشخص اللي سوى هالطائرة سواها بس مشان التجربة، يعني تجرب شعور انك انت المتحكم بطائرة فري فاير. بس الخرائط الموجودة هون ما في ولا خريطة، يعني ما في بيك، ما في بيرغاتوري، ما في ولا اي شيء. راح اروح من هون، احتمال في خرائط نكتشفها، ما في ولا خريطه بقدر اني اكتشفها. لهيك يا شباب راح اجرب اني اطلع واشوف وش راح يصير، هل راح تتوقف الطائره او راح ترجع دراجه. وات، راحت الدراجه طارت. كلياتكم تعرفوا لما تصير تمشي بفري فاير، تمشي بالسياره وبعدين تقفز من السياره راح تكمل لحالها تمشي شوي. تخيلوا قاعد تمشي بسرعه طائره، اوكي يعني تقفز من طائره، اكيد الطائره راح
يبتعد عليك الاف الكيلومترات. والله ما لقيت الدراجة ابدا. شوفوا شباب، شوفوا كم بعدت على هذوك الخرائط. انا خلاص انا تائه لوحدي هنا. والله يا شباب صراحة اي شخص عنده حساب في سيرفر مختلف انصحك تجرب هاي التجربة وتعيش شعور انك انت المتحكم في طائرة فري فاير. المهم يا اساطير، لو قد وصلنا الى نهاية المقطع، اتمنى المقطع كنا لإعجابكم. لا تنسوا انكم تدعموني بلايك واشتراك اذا بدكم ننزل مقاطع اكثر عن الخدع. وصلوا هذا المقطع الى 10,000 لايك في اول يوم، ويشوفكم بالمقطع القادم. انا رحت.